طبعاً أنت راح تقول لي يوسف ليش ما تسميها الواقعية؟ راح أقول لك لا، السلبية أحلى. راح تقول لي ليش؟ راح أقول لك اخرس. ستاند اب كوميدي بالعالم العربي عامة وبالأردن مش شيء دارج، يعني مش زي برا بأوروبا وأمريكا. هناك ناس بيعملوا ستاند اب كوميدي بيجوهم 10,000 وأعداد كبيرة، لأنه يعني بلشين من زمانهم. يعني في أوروبا مثلا بالثلاثينات والأربعينات كان في ناس بيعملوا ستاند اب كوميدي. واحد في واحد ألماني اسمه أدولف إشي، بعرفش في كم حدا بيعرفه، كان لما يعمل ستاند اب كوميدي الشوارع يوقفوا يحضروه. بس اسمع، ما اتفقوا بدنا نزقف ولا بدنا نزقف؟ هو مبين عليه نهفي، بعرفش اللي بيعرفه يعني بالشعر شفاينن هاينن، شكله كاين بقول لك كانوا يموتوا منه الناس. بس انا مش جاي احكي لكم عن ستاند اب كوميدي، جاي احكي لكم عن النازيه. لا، جاي احكي لكم الصراحه، جاي افضفض لكم فيها كم شيء هيك بقهرني. جاي احكي لكم عنه الفضول، مثلا في انواع الفضول. رحت من كم يوم، رحت على وزاره، ماشي، دخلت في واحد جنب المدخل واقف بقول لي وين رايح شب؟ مش سكيورتي طبعا، بس انسان هيك داخل على الفتحه الباب بقول لي شو لك؟ معامله. طيب ماشي فوت. طب دقيقه، انت هيك خلص التحقيق تبعك؟ يعني انت كيف استنبطت من كلامي انه عادي افوت؟ يعني انت لو محقق تقعد 20 سنه على القضيه. انت عملت الجريمه؟ لا والله مش انا. طيب ماشي. في فضول ثاني اللي انا بسميه الفضول الابهاتي. يعني انا كل هيك شهرين ثلاث برجع بشرح لابوي شو هو السناب شات، من سنين بسال كل ما يسمع الكلمه شو هو السناب شات. ابلكيشن تبعت صور فيديوهات تشوف ستوريات، ايش زي هيك، زي الواتساب يعني. لا مش زي الواتساب، زي كيف اشرح لك. هسا على الواتساب انت مثلا شو بتبعث لي؟ بتبعت صوره فيها مكتوب صباح الخير هيك بخط حلو، وراها مثلا حمامه طايره او شيء. على السناب شات دقيقه برضو حمامه، بس بتكون مرات اشياء صغيره بتقهرني، اللي هو تطلب من مطعم، تطلب وجبة، دلوا على عنوانك، شارع كذا، عمارة 16، يمين المصعد، غرفتي آخر الكردون، بدك إياه عشان رني لك تبع دليفري كمان شوي، غلبك لوكيشن. أنا بقعد أسيب رقمه، وقعد أدخل دوامة شو بدي أسيب اسمه، بعدين ليش أعطيه معلوماتي يعني؟ يعني بس عشان لابس برتقالي وبنفس وفسفوري خلص أعطيه معلوماتي؟ لو لابس بدلة شو أعطيه؟ عذريتي مثلا؟ احنا عندنا اعتماد اصلا على اللوكيشن زياده بحسب الاردن، يعني موضوع العنوان مش كثير بتاخذ فيه، عنوان البيت يعني لو راح اللوكيشن، لو اختفى الواتساب مثلا شو بدك تحكي له تبع ديليفري؟ ضرب لك معك بوصله وتلسكوب، خلي بنات نعش الكبرى على يمينك وامشي. الشيء كمان بكهرني كثير اشياء صغيرة. عندي الليست بعطيك اياها يا اخي. مين اللي اعطى الفاليه كل هاي الجرأه على النبي؟ مين اللي هو بتصف وين مكان بعمان بيجي لك واحد نازل على الكافيه استاذ؟ لا مش نازل على الكافيه، نازل مش شغلك وين نازل؟ نازل اتبطح بالشارع. انت بس عشان لابس فيست صار لك الشارع يعني؟ هيك الحياه عندك؟ البس نظاره اصير دكتور؟ احكي بالابراج اصير عالم فلك؟ لا، اصير تافه. خصوصية على النت، احنا بعصر هسه السوشيال ميديا ما في خصوصية. يعني انا بنزل لعبة هذيك المرة واللي بده اكسس على الصور والفيديوهات شو دخل؟ يعني انا جاء
نزل لعبة، أنا جاي أرمي عصافير على خنازير، وين وين صوري بالمعادلة هاي؟ طبعا ما قبلت، شطبت اللعبة، مع أنه كان تليفون جديد وما عليه صوري. أكمل صورة حمام من أبوي المكتوب عليها صباح الخير، مش أوكي أنا صحبي مع أبوي، مش هاي الدرجة عرفت. الكلام بزيادة أو الكلام اللي ما بضيف معنى على الجملة، يعني بقرأ خبر الحكم على المتهم بالإعدام شنقا حتى الموت. طبعا أنت حكي لي إعدام يعني أكيد حتى الموت، ولا يحمر وجهه ونزله يعني، بس كلام زيادة. بشوف مدرسة عادية اسمها المدارس الدولية العالمية النموذجية، رحت عليهم انتوا عالميين؟ لا سلوك. برنامج دولي مثلا عندكم؟ لا محلي. انت لا عالمي ولا دولي وانا شايف مش نموذجي، معناته شو الكلمة؟ انت حتى مش مدارس، انت مدرسة اشطبها. نحب نزود بالكلام، زي واحد كاتب العظماء لا يسقطون الا بالخيانة على بريوس. والله انت العظيم اللي قصدك عنه، بعدين مين خانك؟ انت فيش حدا خانك، انت خانك التعبير، انزل شيلها. يا اخي التفاؤل مستفز، عارفش اذا توافقوني، بس شفت حالي بنقهر من كثير اشياء بدون داعي مرات، فقلت الاقي من هذول المتفائلين الاونلاين بيطلعوا لي دائما الطاقه الايجابيه، عرفتوهم مبتسم هو بحكي اهلا وسهلا يا سايكو مالها. لقيت واحد فتحت بلش الفيديو متربع وحافي، قلت مشيها ايش يكون دقر. بلش الفيديو اهلا وسهلا انا اللايف كوتش، وقفته انت مش محدد اشي، انت كوتش باللايف، ماجستير في الحياه حضرتك. كتبت له خريج وين؟ جامعه العرصات التطبيقيه على السؤال. بعدها قررت بدي اصير انشر السلبيه، كلهم مستلمين الايجابيه فيش حد على السلبيه، فبدي اعمل حمله الطاقه السلبيه. طبعا انت راح تقول لي يوسف ليش ما تسميها الواقعيه؟ راح اقول لك لا السلبيه احلى. راح تقول لي ليش؟ راح اقول لك اخرس. فبدي اصير الوجه الاعلامي تصير الوجه الإعلامي لحملة الطاقة السلبية، وأضبطها ولوجو وشعار حياتك زبالة لأنه أنت بشع. شوف بس عشان تفكروا يعني ممكن تأخذوا فكرة أنه هذا مكتئب ومش عاجب وإيش، لا وكله سلبيات، لا لا بالعكس، في مليان أشياء إيجابية بحياتي، كثير في أشياء إيجابية، في فحص الإيدز، فحص الكوفيد، في كثير، المهم في كثير. فإني صاحب هيك إيجابي زيادة، يعني مثلاً أي إشي أي سيناريو بحكي له إياه دائماً بلاقي الإشي الكويس فيه، مهما يكون الإشي سلبي، لا دائماً بطلع نص الكاس المليان. مثلاً بقول له مرة كنت تعبان، بقول له اسمع مش قادر، رن لي على أسعاف، قول لي نيالك. ليش؟ راح تختصر كل الأزمة. مرة ثانية بحكي له اسمع عملت حادث قلبت السيارة، قل لي اوف وين؟ بالبيادر. اها شكرا، انا هيك خلص وقتي، انا يوسف عطايني.